إن تنظيم هذا الحدث للمرة الثالثة في المغرب يعبر عن الأهمية الخاصة التي يوليها بلادنا لقطاع النقل الجوي بجميع مكوناته وهياكله، وهي مناسبة لإبراز التزام المغرب بالعمل على الصمود في وجهة الإجراءات الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي قد يواجهها قطاع الطيران المدني. ترأست اليوم حفل افتتاح رسمي ديال الجمعية الدولية ديال المطارات، هي أكبر جمعية دولية خاصة بهذا القطاع، هذا تضم أكثر من 170 بلاد. هذا الحفل هذا قام بمدينة مراكش على 7 أيام، وفيه واحد العدد ديال يعني المؤتمرات وعدد ديال الجمعيات العامة ديال هذه الجمعية الدولية. الموضوع اللي تيطرق له اليوم هذا الجمع العام هو المستقبل ديال الطيران المدني، وخاصة المستقبل ديال المطارات. وهنا يعني التجربة المغربية، ولا سيما التجربة المغربية خلال تدبير الجائحة وما بعد الجائحة، بحيث أنه كان من اللازم نعاود نرجعوا الرواج الجوي لما كان عليه. هذه التجربة غادي نقدروا نتقاسموها مع البلدان الأخرى، وهذه تجربة ناجحة بالنسبة للمغرب، بحيث أنه 75% ديال الرواج استرجعناه في 9 أشهر. بعض المطارات عرفت كاع واحد الفقد ما كان عليه في 2019، وبالطبع هذه المواضيع هذه خصنا نتبحثوا فيها باش نوجدوا رؤوسنا إلى قدر الله كانوا مشاكل بحال هذه في المستقبل نضبروها بطريقة أحسن. كاين مواضيع أخرى اللي هي تتهم بزاف الطيران المدني، هو الحد من التأثير ديال الطيران المدني على المناخ وعلى الانحباس الحراري، وهذا أيضا من يعني المضامين ديال هذا المؤتمر، بحيث أنه الهدف 2050 أن يكون الطيران المدني ما يبقاش يأثر نهائيا على الانحباس الحراري. مواضيع أخرى اللي تجي في هذا السياق أيضا هو الرقمنة والمخاطر السيبرانية المتعلقة بالرقمنة، وهذا أيضا من المواضيع اللي غادي يتبحثوا فيها المختصين في هذا المؤتمر هذا. واخيرا مشكل لم نراه نحن في المغرب، ولكن يعني مشكل قائم في بعض الدول، هو الجاذبيه ديال المطارات بالنسبه لسوق الشغل، بحيث انهم بعد الجائحه واحد العدد ديال الدول لقاو مشاكل باش يسترجعوا المستخدمين ديالهم باش يقدروا يقوموا بالمهام ديالهم داخل المطارات. نحن هنا في المغرب في مراكش معناها جمعنا المطارات نتاع العالم اجمع. واقا هي تصير كل 5 سنوات في قارة، والمرة هذه اخترنا معناها باش نعملوها في مراكش، على خاطر كما تعرفوا مراكش معناها مدينة سياحية بالدرجة الأولى، وفيها معناها الأمن والسلامة والكواليتي أوف سيرفيس. وجينا لهنا ضيفتنا المطارات المغربية الأوندية، وما شاء الله تشوفوا عندنا أكثر من 600 مشارك، معناها جاوا من كافة أنحاء العالم، وإن شاء الله معناها مش ندرسوا ما بعد الكورونا، وإن شاء الله معناها تكون المستقبل خير للمغرب وللطيران في العالم أجمع. مش نناقشوا معناها المستقبل متاع المطارات ومتاع النقل الجوي خاصة، ومش ندرسوا أكثر كيفاش نقصوا معناها من الانبعاثات الغازية والكربون. والأوبجيكتيف معناها نتاع المؤتمر هو كيفاش نوصلوا عام 2050 لصفر من الانبعاثات الغازية. مرحبا بكم في المؤتمر هذايا، والاي سي اي هي كما قلت لكم منظمة عالمية معناها تلم كل المطارات في العالم، عندنا أكثر من 2000 مطار وكل المطارات في العالم هما ممبر. مرحبا بكم ومرحبا بكم في المغرب.